نقل مريض من مستشفى البصرة العام لمستشفى المواساة، ولكن كيف نقل؟ نقل بسيارة من نوع بيك أب بسبب عدم وجود سيارة إسعاف. هذه الصور التي تبين أمامكم أن المريض للأسف يعني يستقل هذه السيارة من نوع بيك أب، وبعض من أقاربه أخذوه في السيارة. لماذا؟ بسبب عدم وجود سيارة إسعاف لوزارة الصحة. والنشطاء يتساءلون أين تذهب ملايين الدولارات التي تصرف كميزانية لوزارة الصحة وتوزع، ربما لا توزع على المحافظات، بدليل أننا شاهدنا نقل مريض بسيارة بيك أب بسبب عدم وجود سيارة إسعاف. وقبل أيام نقلنا لكم أيضا صورة كيف أن سيارة إسعاف تعطلت، وكيف أنهم يعني اضطروا للاستعانة بسيارة إسعاف أخرى من أجل نقل مريض، فما بالكم لو كانت الحالة مثلا صعبة وخطيرة لا قدر الله، كان يعني من الممكن أن يفارق هذا الإنسان الحياة.